في العناوين، أول إنجاز للمحكمة الدولية: الإعلام إلى اليد الواحدة. نحن مش حنرضخ لا لوصاية من المحكمة الدولية ولا لأي وصاية أخرى. هاي جلسة للتضامن مع الإعلام، وبحز علي أنه في جزء كبير من الإعلام مش موجود اليوم. ومن نقابة الصحافة إلى مجلس النواب الأربعاء. مجلس النواب هو أيضا موئل من موائل الدفاع عن الحريات في روسيا. هيئة تنسيق إعلامية تجتمع بجريش. من حق الإعلام أن ينتقد هذه المحكمة بحرية تامة. زوج دلال مغربي اختصاصي أنف. أنا إنسان من الحيوان حتى أنضرب. وفي النشرة، الأسد مرشحا لولاية ثالثة. مساء الخير. من سوريا إلى التخوم اللبنانية تطورات عسكرية، فمعارك الداخل السورية على أشدها في أكثر من محور مترافقة، وتحضيرات في الصناديق الانتخابية الرئاسية مع إعلان الرئيس بشار الأسد ترشحه رسميا. وفي تطور أمني لافت مرتبط بسير المعارك السورية، فقد تمكن الجيش اللبناني من إلقاء القبض على قائد المجلس العسكري في القلمون المدعو محمد عبد الدايم الأعرج، وذلك خلال تواجده في أرسال. والحريات قبل الأمن أحيانا، فقد تجمهرت صفوف إعلامية في نقابة الصحافة وأكدت وحدتها كقوة فيتو من الحبر الأعظم، قادرة وحدها على منع وصاية المحكمة الدولية عليها. وبشهادة صحفيين مخضرمين، فأنه لم يسبق للنقابة أن غصت بتوافد من أهل المهنة كما اليوم، حيث امتلأت القاعتان الداخلية والخارجية بحشود إعلامية وسياسية ونقابية. وتلك الحال المرصوصة ما كانت لتسجل حلقاتها إلا بساعد إعلامي مرفوع شكله عميد القلم طلال سلمان، الذي جاهد في التواصل على مختلف الخطوط. وبهذا الجهد جرى تأمين الغطاء الصحفي لهذا التحرك الذي يهدف إلى الحفاظ على الحريات والسيادة اللبنانية، وعدم السماح لأي محكمة خارجية بالنيل من ميزة هذا الوطن. فكان الحضور على مستوى خطر القضية، وإن غاب بعض المؤسسات الإعلامية عن المشاركة، وهو ما انتقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيير الظاهر، متمنيا على الجميع المشاركة لأن الجميع مستهدف. ومن نقابة الصحافة، كان الوعد على لسان نقابة المحررين بتحرك في 6 أيار عيد الصحافة، وفي 13 أيار موعد مثول الزميلين إبراهيم الأمين وكرم خياط أمام المحكمة الدولية إذا ما قرر ذلك، على أن الموعد الأبرز هو في ساحة النجمة خلال 4 الرئيس الثاني، حيث يسعى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله لتحرك سيأتي على شكل وقفة نيابية متضامنة ترافق عقاد الجلسة، لكون مجلس النواب هو موئل الحريات. فإذا كان النواب غير عازمين على تأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس عن سابق إصرار في الغياب، فليكن النصاب النيابي مؤمنا للإعلام ولصيانة مبادئه والحفاظ على سيادته. هذا الدور المنوط بمجلس النواب هو أيضا من صلب العمل الحكومي. وفي هذا الإطار سجلت زيارة هيئة التنسيق الإعلامية لوزير الإعلام رمزي جريج، وقدمت له رسالة تطلب التدخل الحكومي السريع ومراسلة المحكمة الدولية طبقا للمادة 187 من قانون المحكمة، التي تتيح للبنان طلب إعادة النظر في القرار الاتهامي خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدوره. وقد وعد جريج بإجراء مراجعة قانونية وبإحالتها إلى مجلس الوزراء للإطلاع، ومن هنا تبدأ مرحلة استعادة السيادة.
إذن وقبل السياسة، فقد تمكن الجيش اللبناني من اعتقال مجموعة سورية بعرسال عرف منها مسؤول المجلس العسكري في القلمون والقصير محمد عبد الدايم الأعرج الملقب بأبو جاسم، كما أوقف الجيش مرهج البقار وكان بحوزته والأعرج مبلغ 50,000 دولار وكان على متن فان. وقد أكدت مديرية التوجيه في بيان أن توقيف الأعرج جاء للاشتباه بقيامه بالاتجار بالأسلحة وحيازته كمية من العملات، والثاني لحيازته على جواز سفر وهوية عائدين لأشخاص آخرين. الإعلام والحقوقيون يتضامنون مع الجديد والأخبار في نقابة الصحافة. دفاعاً عن حرية الإعلام واستنكاراً لقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، استدعاء نائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد كرمة خياط ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار إبراهيم الأمين بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، وبدعوة من ناشر جريدة السفير طلال سلمان، شهدت نقابة الصحافة وقفة تضامنية مع الوسيلتين الإعلاميتين وسط حضور إعلامي وسياسي لافت. يعني كل ما بدي فكر بال 500 مليون دولار اللي دفعناهم للمحكمة بصير قلبي برج بقول وبقول هذه ال 500 مليون واللي يمكن تصير مليار دولار لو دفعت للقضاء لكان صار عنا قضاء عادل، قضاء عظيم. نحن تصدينا تاريخنا بالنضال، تصدينا إلى ضابط قام بالوصاية على حريات بلبنان. هلأ حنترحم على الضابط هذا اللي كان وصي علينا ونقول قاضي بالمحكمة الدولية حيصبح وصي على كل اللبنانيين. للأسف الشديد محكمة خرجت عن مسارها، ما بدنا نقول هلأ نشكك بوجودها، لكن بدنا نقول إنه هذه لابد إنه الحكومة اللبنانية، السلطة اللبنانية تصلح مسارها، ونحن مش حنرضخ لا لوصاية من المحكمة الدولية ولا لأي وصاية أخرى. لا يمكن تجاهل أن وزير الإعلام لا يقوم بدوره، وأي محاولة تقديم فكرة احترام القانون على احترام الحرية أعتقد أن فيها خطأ كبير، يجب أن يتحمل وزير الإعلام المسؤولية. أنا عندي بعض الملاحظات للزملاء، يعني هلأ قل لهم إياها بجلسة، وكمان عندي بعض الملاحظات لأداء المحكمة، وكمان حنتصل بالمحكمة ونقول لها الطريقة اللي عم تشتغلي فيها في علينا بعض الملاحظات بالأداء. إنما هاي الجلسة للتضامن مع الإعلام، وبحز علي أنه في جزء كبير من الإعلام مش موجود اليوم. نحن مش بجلسة للتضامن مع المحكمة، نحن بجلسة بالتضامن مع الإعلام بلبنان. لازم نسعى ونشتغل من هلأ ورايح تالجلسة الثانية الإعلام اللبناني كله يكون جسم واحد وبيلتقى بهالقاعة بالذات إذا الله بيريد. الخلل إذن في الداخل، والمحاسبة يجب أن تكون لمن سرب ما هو مؤتمن على حفظه، وطالما أن هذه المواد مصانة ومحمية وممنوع تسريبها أو إعلانها فالمسؤولية تقع على من تسبب في تسريبها. نقيب المحررين ليسعون دعا إلى التضامن مع الوسيلتين الإعلاميتين باعتصام وتوقف عن العمل. نحن كنقابة محرري الصحافة ندعوكم إلى اعتصام استنكاري في 6 أيار بساحة الشهداء، توقف وسائل الإعلام عن العمل يوم 13 أيار موعد نزول الزميلة خياط والزميل الأمين. رئيس لجنة الاتصالات في المجلس النيابي حسن فضل الله دعا المجلس النيابي إلى وقفة تضامنية مع الحريات الإعلامية الأربعاء القادم. والأربعاء موعد لجلسة الانتخاب رئيس للجمهورية، الأربعاء أيضا موعد للنواب ليتضامنوا مع الجمهورية والدستور والقانون وليقفوا جميعا موقف الدفاع عن الحرية، حرية الإعلام. وهذه الدعوة هي بالتشاور والتنسيق مع كتل نيابية أرادت
أن تعلن من دار الصحافة اليوم أن مجلس النواب هو أيضا موئل من موائل الدفاع عن الحريات في لبنان، حافزا لها لإعادة النظر فيما قررت وتصحيح القرار الذي اتخذته بأسرع وقت ممكن. أن لا يكون هذا اللقاء يتيما فقط، ولكن أن نكمل المسيرة معا وأن تكون هناك لقاءات. وما كنا نتصور أن يصدر عن محكمة بهذا المستوى الدولي مثل هذا الإجراء الذي أقل ما يقال فيه أنه إجراء تعسفي. إذا كان من مهمات تلك المحكمة أن تسعى إلى الحقيقة فالحقيقة نذهب إليها حيث تكون وليس حيث يراد للحقيقة أن تكون. وبعد تقدم موقف وزير الإعلام بالأمس عاد وتراجع مبديا الالتزام بقرارات المحكمة على الحريات، وذلك من خلال رسالة وجهها إلى نقابة الصحافة من دون أن يحضر شخصيا، فقطعت رسالته وسط استهجان الحاضرين. اللقاء التضامني مع الجديد والأخبار، يلتقي وزير الإعلام ويسلمه مذكرة. التقى وفد ضم كل من رؤساء مجالس إدارات تلفزيون جديد تحسين خياط وجريدة الأخبار إبراهيم الأمين والمؤسسة اللبنانية للإرسال بيير الظاهر وناشر جريدة السفير طلال سلمان، إضافة إلى نقيب الصحافة محمد البعلبكي ونقيب المحررين لياس عون. الوفد التقى وزير الإعلام رمزي جريج وسلمه خياط مذكرة تطالب الدولة اللبنانية بالتدخل لدى المحكمة لثنيها عن تعرض للحريات الإعلامية على أن ترسل إلى الرؤساء ثلاثة ومن ثم إلى الأمم المتحدة. جريج أكد للمجتمعين أنه سيطرح المذكرة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة على أن ينظر في كيفية تدخل الدولة اللبنانية لدى المحكمة. جريج أعرب بعد اللقاء عن تضامنه مع الإعلام. من حق الإعلام أن ينتقد هذه المحكمة بحرية تامة، كأن يعترض على بعض تصرفاتها أو على العبء الذي تشكله على الخزينة أو على بعض قراراتها إلى آخره. أبديت ملاحظة إذ قلت أن من مصلحة الإعلاميين تلبية دعوة المحكمة، واستشهدت بما قالته إحدى الصحفيات التابعة لمحطة الجديد والتي قال أن الاتجاه لدى هذه المحطة هو المسول وتلبية الدعوة، باعتبار أن المقارنة بين سلبيات عدم المسول وإيجابيات المسول ترجح الحضور أمام هذه المحكمة. كلفة مليون دولار. الإعلاميون شرحوا للوزير حيثيات القرار الاتهامي في الاجتماع، غير أن جريج وبصورة مستغربة أصر بعد اللقاء على أن المحكمة لم تستدعي الزميلين كرم خياط وإبراهيم الأمين بصفتهما متهمين. ذكرت أن أنت رح تعمل على مساعدة المتهمين بإظهار برأيتهم. أولا مش متهمين، استدعي، تم استدعاء إعلاميين للتحقيق معهم ولإزالة أي التباس على الوزير وعلى المواطنين. تؤكد وثائق المحكمة المرسلة إلى قناة الجديد أن الأمر يحل محل قرار الاتهام، مع الإشارة الواضحة إلى التهمتين الموجهتين إلى الزميلين. من كل حدب وصوب إعلامي حضروا رفضا للقرار الاتهامي ودعما للحرية. لأن العقل السليم في الجسم السليم، تضامن أهل الإعلام مع أنفسهم، فتضامن معهم نواب وسياسيون وحقوقيون، منهم من هو مع المحكمة ومنهم من هو ضدها، لكنهم في نقابة الصحافة كلهم مع الحرية. شو بتقول لوسائل الإعلام اليوم؟ تضامن وتضامن وتضامن حول الحقيقة، إنه نحن مع المحكمة الدولية مع مسارة، ثانياً نحن بنضامن كجسم إعلامي واحد، ثالثاً نحن بنرفض إنه يكون بنظام المحكمة نظام أنه تحكم بالسجن على الصحفيين. أنه لبنان من دون حرية ما له وجود، معنى وجود للبنان هو هالحرية اللي مفتقدة واللي ميزت لبنان دون سائر الدول العربية،
واللي دفع ثمنها غالي كتير. من يفتش على كم الأفواه يجب أن يواجه ويواجه بشكل جدي وفاعل. أنا بعتقد إذا كان اليوم أول خطوة يجب أن تليها خطوات جدية أخرى، ولكن دائما الدولة مدعوة أن تتخذ الموقف المناسب. كيانية اللي بنيتها لحال المحكمة الدولية، يعني في شرعية إلى دولية، ولكن هل هي شرعية انتداب قضائي؟ كمان في قضاء لبناني بإمكان المتابعة داخل القضاء اللبناني وفق القوانين اللبنانية. في تناقض بين معرفة من قتل الشهيد رفيق الحريري وبين الحفاظ على الحريات والإعلام. لكن ما في شيء بلبنان مقدس مثل الحريات، ما في شيء مقدس ولازم ينصان مثل الإعلام. أنا أعتقد بأنه المؤسستين سواء الجديد أو الأخبار من المؤسسات الوطنية الشريفة التي عملت وما زالت تعمل على تكريس حرية الإعلام بهذا البلد. في انقسام سياسي بس ما في انقسام إعلامي، هذه قصة مبدأ. ومن أسوأ شيء عملوا هالقرار أنه جبرنا نتضامن مع نيو تي في والأخبار على الرغم من خلافنا مع خطهم السياسي. بس أنا دائما عندي مقولة ودائما أقولها، القانون تحت سقف حرية الصحافة وليس العكس. أنا بقول هيدا اليوم هاللقاء التضامني هيدا ظاهرة صحية في الإعلام اللبناني، بقول إنه الإعلام اللبناني مش لازم يسكت بقى على أي مساس بحرية الصحافة. جاي يقول إنه بالآخر نحن صحفيين ومفروض نتضامن عند أي محك، وخاصة بشي بمس حرية الإعلام. العدالة مش فوق حرية الإعلام، العدالة كلنا منطالب بالعدالة، ولكن أيضا حرية الإعلام لا يمكن المساس فيها. أنا بشوف إنه صار في خطأ من المحكمة، والخلل صار من داخل محكمة تسريب الأسماء. ما أقدم عليه الإعلام أو بعض الإعلام اللبناني بهالمجال هو عمل طبيعي. يعني من هون أنا بشوف إجراء المحكمة إجراء بغير مكانه، وإلى حد ما بشكل إزعاج للإعلام اللبناني. أنا مع الحرية الإعلامية بكل مجالاتها، ما إلي علاقة بالسياسة شو ما كانت تكون. أنا مع الحرية الإعلامية لأنه تلفنا نحن ونكتب، تلفنا نحن وقضينا عمرنا كله بالإعلام. مش معقول نموت نحن وبدون ما ناخد حقنا، عيب. كل لبنان يريد الحقيقة، يريد معرفة حقيقة، متابعة عمل المحكمة بالشكل الدؤوب للتوصل إلى معرفة حقيقة وكشف القتلة. لكن استغلال المحكمة لمحاولة ترهيب الإعلام اللبناني بطريقة أو بأخرى، وتجاوز الترهيب الشخصي إلى ترهيب المؤسسات عبر اعتبار أنه الدعوة موجهة ضد المؤسسات، هذا أمر مرفوض. أول شيء هذا قرار جائر، ما بيمس مس فقط حرية الإعلام، بيمس كل مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها القضاء اللبناني. فالمطلوب من الدولة اللبنانية ووزارة الإعلام التحرك الفوري لوقف هذا التمادي من قبل المحكمة الدولية. ونحن كوسائل إعلام مثل ما شايفين أنه تضامن كتير واسع، ما رح نقبل أي مس بحرية الإعلام. يجب أن نبقى جسما واحدا من أجل الوقوف في وجه أي محاولة مثل ما قلتي لأخذنا بالمفرة وبعدين ضرب حرية الإعلام والإعلاميين. المسألة بالنسبة لي ما بتعني مين المنتهك ومين المنتهك، بالنسبة لي هي قضية نقابية تضامنية العلاقة بالحرية، بحرية الكلمة وبحرية القول وبحرية الرقابة إذا بدك، لأنه الصحافة هي بنهاية الأمر هي عمل رقابي لشأن العام. بغض النظر إذا كنت مع المحكمة الدولية أو ضدها، موقف من التضامن مع الأخبار والنيو تي في منه منطلق من هذا الموضوع، منطلق من فكرة غريبة عجيبة إنه شو يعني 7 سنين حبس لنشر معلومات هي أصلاً مسربة من هيدي المؤسسة. ونحن لو ما الإعلام منا فنانين، فإذا ما بتضامن جسمنا بيتضامن مع بعض وبيتماسك، فشو من كان يكون نحن جسم واحد. هلأ هيك فنان بس برضو كلبناني، وأي لبناني إذا بيقول أنا لبناني لازم يجي يتضامن يوقف. شمل أهل الكلمة التأم على قول أنصر أخاك ظالما كان أم مظلوما، وعلى قاعدة أنا وابن عمي على الغريب. ننسي السبع، قناة الجديد. تضييق على الصحافة فخلاف فاستقالة وزراء، تحقيق رشا الكرم. مجددا تطرح قضية الحريات الإعلامية ومحاولة قمع الصحفيين في عملهم، ومشدداً تتواجه الصحافة والسياسة. قد لا يقف إلى جانب الصحافة كثر من السياسيين،
لكن التاريخ سجل يوما سوابق لا يمكن أن نخفي لها. بسنة 39 كان في حكومة ائتلافية بين الدستوريين والكتلة الوطنية، ففي جريدة لجور المحسوبة على الدستوريين قامت بحملة شعواء على رئيس الجمهورية إيميل إدي، فطلب من رئيس الحكومة عبد الليفي تعطيل الجريدة، فاتخذ عبد الليفي قرار بتعطيل الجريدة، مما دعا الوزيرين الدستوريين صبري حميدي وحميدي فرنجية إلى الاستقالة من الحكومة. في عنا حالة تانية بسنة 49 بعد إعدام زعيم أنطون سعادة، قامت جريدة النهار بقلم رئيس تحريرها غسان تويني بحملة عنيفة جدا على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واتهمتهم بالمجرمين والقتلة ودعت إلى العصيان، مما أدى إلى إحالته إلى المحكمة وحبسه 3 أشهر يعني. فكان وزير داخلية جابرييل المر بعد توقيف غسان تويني وحبسه صار في صدام بين الكتائب والحزب القومي السوري، اتخذ مجلس الوزراء قرار بحل المنظمتين، فقرب استقالته من الحكومة. عندنا حالة ثالثة بالحكومة سامي الصلح بسنة 55، كان حميد فرنجية وزير خارجية، صار في جلسة سرية بمجلس النواب، فقام النائب أمين بستاني بتسريب الكلام اللي قاله حميد فرنجية بالمجلس لإساءة علاقاته مع عبد الناصر ومصر، مما دعا الوزير حميد فرنجية الوزير بيير إدي إلى الاستقالة من الحكومة بعد تعطيل بعض الصحف عن الصدور بسبب تسريبها للجلسة السرية. في حالة رابعة بحكومة الشباب، حكومة صعب السلام بأول عهد الرئيس فرنجية، كان وزير أنباء غسان تويني ووزير تربية، صار في حملة بالنهار على الحكومة وعلى العهد، وغسان تويني وزير، توقف المدير المسؤول بجريدة النهار. بعد أسبوع بسبب الخلاف حول السياسة التربوية قرب استقالته غسان تويني من الحكومة. أنا بناجد المحكمة الدولية هلا إياها أن تستهدف الإعلام في لبنان، لأنه هذا يساوي استهداف الكيان اللبناني. عام 49 طلب وزير الخارجية أنذاك فيليب تقلى من رئيس الحكومة رياض الصلح توقيف رئيس تحرير صحيفة لوريان جورج نقاش نتيجة الهجوم الذي شنته الصحيفة على تقلى بعد زيارته سوريا. فما كان من وزير الأنباء أي وزير الإعلام شارل حلو أن قدم استقالته على الرغم من الخلاف السياسي بين حلو والصحفي نقاش. واليوم نكتفي بالقول أين نحن من وقوف الوزراء إلى جانب حرية الصحافة ومحاولة تقويضها. رشا الكرم، قناة الجديد. دلال مغربي امرأة عنفت فانتفضت. بعينيها المتورمتين ووجهها الملون من شدة الضرب والتعنيف، حضرت دلال مغربي البالغة من العمر 30 عاما إلى مركز اليوسف الطبي الاستشفائي في حلبة، حيث تعمل مسؤولة عن قسم العناية في تمييل القلب، وهناك خضعت للفحوص وتصوير شعاعي، فتبين أنها مصابة بكسر في أنفها ورضوض في مختلف أنحاء جسدها، وذلك بسبب تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها ناصر علي العلي البالغ 38 عاما من بلدة تاشع. وبعد توجهها إلى مخفر بلدة برقايل وتقدمها بشكوى ضد زوجها، روت لنا سبب إصرارها على الوقوف في وجهه وعدم الخنوع. وأول ما تزوجنا كمان كنت أكلي نفس الضربة، بس رجعت سكتت وقلت أنه بركي بيتغير بيتحسن، بس هو منو إنسان أبدا. يعني لو كان حيوان ما كان عملني بهالطريقة، يعني لو حيوان ما بيجي بيعمل بوجي بنفس الطريقة اللي عملها هو. أهله كانوا موجودين شافوني إني عم انقتل، وقلت كنت عم دافع عن نفسي عم قولولي ضربتي ابني. كمان جرستيني قدام العالم، يعني كان مفروض أنا أكل قتلي وما أفتح تمي. أنا يمكن كنت موت مثل غيري ما مات، خصوصا أنا مش أول مرة أفهم. يعني أنا عن جد كنت ممكن موت بين إيدي لأنه منو إنسان. كل مرة ما تسكت أبدا. أنا يعني ما رح أسكت لحتى ألف بالكفن. ليه الدمع بعيونك لما لأنه مجروحة. أنا إنسانة من حيوان، حتى أنضرب بعتقد الإنسان إذا عنده حيوان بسين لا بيهتم فيه،
بيهتم فيه ما بيضربوه بيدللوا. أنا مرأة بكل الأديان بكرموا المرأة. الطبيب الشرعي الذي عاين دلال أكد أنها بحاجة إلى الراحة مدة أسبوعين، فهل يعاقب الزوج فترتاح دلال مدة أطول؟ هيئة التنسيق النقابية تؤكد على التظاهر يوم غد الثلاثاء، والسائقون العموميون يتحركون مطالبين الدولة بملاحقة مزوري اللوحات العمومية، وتحركات شعبية متضامنة مع الجديد والأخبار في مناطق عدة وأخبار أخرى في هذه البانوراما. على مسافة يومين من انقضاء المهلة المحددة للجنة النيابية الحكومية المكلفة دراسة سلسلة الرتب والرواتب، عقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمرا صحفيا أمام وزارة التربية، جددت فيه التشديد على عدم تشويه حقوقها داعية إلى تظاهرة حاشدة يوم غد الثلاثاء. وردت الهيئة على من يحاول تأليب الرأي العام عليها ووضع الفئات الاجتماعية في مواجهة بعضها بعضا بدعوة أصحاب الحقوق إلى التوحد في هذا الحراك المطلبي. إلى أوسع مشاركة غدا في التظاهرة النقابية التي ستنطلق من أمام مصرف لبنان الساعة 11 قبل الظهر باتجاه غرفة التجارة والصناعة ونحو جمعية المصارف وصولا إلى المجلس النيابي في ساحة رياض الصلح. بدعوة من نقابات النقل البري، نفذ السائقون العموميون إضرابا ومسيرة سيارة جابت شوارع بيروت انطلاقا من الكولا والدورة وصولا إلى ساحة رياض الصلح، وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الدولة القوانين المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة من قبل سائقين أجانب، فضلا عن ازدياد لوحات السيارات المزورة. كما شاركت في الإضراب كل من نقابتي أصحاب الشاحنات وأصحاب الصهاريج. تضامن حشد من أهالي وفعاليات عكار الدينية والسياسية والحزبية والاجتماعية مع الجديد والأخبار في منزل رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني في دارته في وادي الريحان. وأعلن المشاركون استنكارهم لقرار المحكمة الدولية في شأن قناة الجديد وجريدة الأخبار، وعدوه تعديا صارخا على الحريات العامة والإعلامية، وشددوا على أن ما يجري سابقة لا يمكن السكوت عنها. وفي بعلبك تضامنت فعاليات بعلبك الهرمل ورفعت اللافتات على مدخل دورس. قبل يومين من موعد الجلسة الثانية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، عقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مؤتمرا صحفيا دعا فيه قوى الثامن من أذار إلى التزام تأمين النصاب، وأخرج المرشح الرئاسي أوراقه القانونية المستندة إلى دراسات للمحامي بول مرقس، وشرح الموجبات الدستورية لاستعمال الورقة البيضاء ودواعي تأمين النصاب من عدمه. برضو فريق 14 أذار بالرغم من كل الضغط اللي عليه لا كان عنده مرشح، وأعلن هالمرشح وأعلن له برنامجه، بينما لقينا الأوراق البيض إجت من الفريق الآخر. وبالتالي مشان هيك فيني بكل وضوح وبكل شفافية أعتبر على أنه هيدي كناية عن مش عملية أوراق بيض بقدر ما تعطيل الاستحقاق الرئاسي. النصاب وضع مش لتعطيله، النصاب وضع لتنظيم العملية الانتخابية، النصاب وضع مش لعدم الوصول للعملية الانتخابية بل للوصول للعملية الانتخابية بأفضل ما يكون. اعتصم أهالي حي المهجرين في مخيم نهر البارد أمام مكتب مدير الأونروا في طرابلس بسبب ما وصفوه بإهمال الأونروا بعد أن تلقوا وعودا بالمساعدة، وطالبوا بإنصافهم بمساعدة بدل الإيجار عن الأشهر السابقة وحقهم في مساعدة بدل الأثاث أسوة بباقي أهالي المخيم، محذرين من تفاقم مأساة المخيم التي باتت تهدد بانفجار شعبي كبير. الرئيس الأسد يترشح لولاية رئاسية ثالثة، أحكام إعدام بالجملة في مصر وأخبار إضافية في هذه البانوراما الدولية. ضارباً عرض الحائط بتحذيرات الأمم المتحدة والدول الغربية مما وصفوه بمهزلة الانتخابات الرئاسية، تقدم الرئيس السوري بشار الأسد بترشحه لولاية رئاسية ثالثة والمقررة في 3 حزيران المقبل. استناداً للطلب المقدم إلينا من السيد بشار بن حافظ الأسد والدته أنيسة مخلوف، تولد دمشق 11/9/1965 بتاريخ 28/4/2014، والذي أعلن فيه
ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية. ميدانيا سيطرت قوات الجيش السوري على مرتفعة شاليمة ومحيطه بشكل كامل لتقطع بذلك الإمداد لقرية السمرة التابعة لناحية كسب في محافظة اللاذقية. وأعلن التلفزيون السوري أن وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها على المرتفع المعروف بمرتفع 724 في ريف اللاذقية الشمالي. في مصر حكمت محكمة جنايات المنيا بالإعدام على 683 من أنصار جماعة الإخوان المحظورة، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في تهم إحداث عنف. وخففت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام على 492 متهما من أصل 529 سبق أن أحالت أوراقهم على المفتي إلى أحكام بالسجن المؤبد، فيما ثبتت أحكام الإعدام على 37 متهما. عمدت مجموعة من العناصر الانفصالية في مدينة كوسيا تينيفكا الصناعية شرقي أوكرانيا المدعومة من روسيا بتحصين مراكز الشرطة في المدينة، ويتواجد في كل مبنى نحو 20 عنصرا مسلحا تسليحا جيدا. كانوا يقومون برفع التحصينات من أكياس رمل وسواتر من الإسمنت على وقع الأغاني الروسية. وقال المسلحون إنهم يحمون الناس وإن عملهم هذا وفر للمواطنين الاستفادة من يوم العطل. في العراق أقفلت صناديق الاقتراع في 534 مركزاً أمام القوات المسلحة والعاملين في الأجهزة الأمنية والشرطة والراقدين في المشافي ونزلاء السجون الذين يختارون أعضاء مجلس النواب الذي يضم 328 مقعداً لأربع سنوات مقبلة. وستعود الصناديق لتفتح مجدداً في 30 من الشهر الحالي أمام الشعب العراقي، فتبدأ بذلك أول انتخابات تشريعية شاملة منذ الانسحاب الأمريكي عام 2011. الآن إلى النشرة الفنية التي أعدها لليلة شادي خليفي. مساء الخير. معروف عن الفنان ميشيل الافترياديس صراحته بالتعبير عن آرائه سواء الفنية أو السياسية. بهاللقاء معه بيأكد أنه هو ضد ترشح الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية وأنه بيلاقي العماد ميشيل عون الأنسب. أنت ضد هذه الجهة السياسية، ولكن لماذا لا تحترم الفئة يلي هي من الشعب التي تؤيد هذه الفئة؟ يلي مقتل لي أصحابي ويلي مقتل الجيش اللبناني ما حدا يطلب مني أحترمه. يعني في محل الاحترام بيقف عند القتل، واحترام القاتل منا شغلة منيحة، واحترام يلي تعدى على الجيش اللبناني خيانة للوطن. يعني بمجرد الواحد يحترم شخص، نحترم كمان الإسرائيلي ونحترم كمان اللي اعتدوا علينا ونحترم يلي عم بيفجروا ونحترم التكفير اللي عم بيدبح، انه شو لوجيكة الاحترام؟ ما في عندها محل تقف، من بعدها بتصفي يا هبل. يعني الواحد عم يطلب منه يصير هبيلة، يا اما عم يطلب منه انه كمان يخون وطنه ويزقف للي عملوا الكبائر بالوطن. ولكن اليوم ترشيحه قائم على مجموعة نواب وقائم كمان على فئة من الشعب بتدعمه، فما نحن كمان بدنا نحترم هذه الفئة الاخرى او لكن نلغيها. هيدا بلد الخونة بس يفل المحتل بصيروا يعتبروا حالهم هن ابطال. يعني في عنا بعض العوائل اشتغلت مع العثماني ونصبوا العثماني على الفلاحين اللبنانيين الأوادم يلي كانوا عم بيقشطهم العثماني، جنى شغلهم وعرق جبينهم وفل العثماني، وبقيوا هالعوائل هن اللي حكمين وبقيوا عيطولهم بيك وشيخ وأمير وغيره. نحن بلد منه طبيعي، نحن بلد عالم عملت أمجادة وفاتت بالسياسة على ظهر الدبابات السورية وعملوا نواب بقرارات من غازي كنعان ومن غير غازي كنعان، صفوا هن بدون يقنعونا انه هن حرروا لبنان وصاروا بدون يهجموا على سوريا وصاروا بدون يعملوا يشيلوا بيت الأسد، وهن كل قرش وكل كل كل جرام لحمة بكتفهم من الوجود السوري بلبنان. لأنك تؤيد تيار الوطن الحر؟ لا ابدا، لانه بايد لبنان، بايد الجيش اللبناني، ولانه قريت تاريخ وعشت بحقبه وعرفت شو كانوا عم يعملوا هالاشخاص. من هو مرشحك لرئاسه الجمهوريه؟ والله في عده مرشحين. هلا انا برايي من زمان وجاي العماد عون بيستاهل يكون رئيس جمهوريه، لانه
أول شيء على مسافة وحدة من كل أبناء الوطن، شخص كان قائد جيش اللبناني ما عنده أي عنصرية، ما عنده أي تمييز بين طائفة وأخرى، زلمة جرب ويركبوا عليه كتير أخبار، ولكن حتى وقتها ما كان هون كسروا المصرفية، السرية المصرفية بلبنان تيلاقوا قرش اختلسوا ما قدروا يلاقوا، ركبوا كتير أخبار، بس بالفعل وقتها بتيجي بتقولهم طلعوا أي شغلة أي إثبات على العماد عون ما بتلاقي عليه شيء. بقى في العماد عون في غيره كمان بيستاهلوا، يعني أنا بحب كتير مثلا الوزير زياد بارود، بعتبر أنه زياد محبوب كتير من العالم. ما صارت القضية يلي كانت بينك وبين سمير جعجع؟ في جلسات كل الوقت، أنا متهم بعشرة أو 11 شغلة وبعدها مكفي جلسات. شو بس أبرز الاتهامات؟ اتهامات التحريض ضده، اختلاق التهم، القدح والذم، يعني كتار عامل تشكيلي. وبالبانوراما الفنية راغب علامة بيتضامن مع قناة الجديد وجريدة الأخبار، شو هي حقيقة ترشح الممثل سامر المصري لرئاسة الجمهورية بسوريا؟ كارول سماحة وفيت ندرة لمريم العذراء من خلال ترتيلة خاصة فيها. نجمة تركية المعروفة عربيا باسم فاطمة وسمر رفضت دخول فلسطين عبر مطار إسرائيل. وريتشارد جير من نجم هوليوود إلى مشرد. عبر راغب علامة عن دعمه لقناة الجديد وجريدة الأخبار في قضية استدعائهما للمثول أمام المحكمة الدولية بجرم تحقيرها وعرقلة سير العدالة، وذلك من خلال تغريدة على تويتر، حيث نشر راغب علامة صورة تمثل كم الأفواه وحجب النظر وعلق عليها كاتبا: حرية الإعلام مقدسة، أنا مع حرية الإعلام. وصل إلى معظم الصحفيين بيان على أنه صادر عن مكتب الممثل السوري سامر المصري يعلن فيه نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في سوريا. وأشار البيان إلى أن سامر المصري أكد أن هذا حق مشروع لأي مواطن سوري لم تتلطخ يديه بالدماء، كما ودافع عن حقوق الأقليات وضمان العيش الكريم لهم، وأكد على ضرورة العيش المشترك بين جميع الطوائف. كما أكد سامر المصري وقوفه على مسافة واحدة من الطرفين المتصارعين في سوريا، وذلك من خلال مساهمته في الأعمال الإغاثية والإنسانية فقط. وأشار إلى أنه لم يتدخل بالصراع الدموي والعسكري الذي أسهم في تشرد ومقتل مئات الآلاف من الشعب السوري. فهل هذا البيان بالفعل هو صادر عن مكتب سامر المصري أم أنه بيان كاذب؟ لمناسبة شهر أيار المريمي، أطلقت كارول سماحة ترنيمة دينية خاصة بالسيدة مريم العذراء تحمل عنوان ها شعبك. شاركت النجمة التركية بيرنسات الشهيرة عربياً باسم فاطمة وسمر في مسلسل العشق الممنوع في أسبوع الموضة الفلسطيني، ورفضت الممثلة المعروفة الدخول إلى فلسطين عبر مطار إسرائيل، مما دفع الشركة المنظمة إلى تحويل وجهة وصولها إلى رام الله من خلال الأردن، كما أن جولتها ستتضمن زيارة إلى المسجد الأقصى. وتم التأكيد في الصحافة أن الممثلة التركية لبت الدعوة لمجرد حصولها عليها. كشفت صحيفة نيويورك بوست أن سائحة فرنسية أشفقت على رجل فقير رأته في الشارع بدا وكأنه متسول، فقدمت له قطعة بيتزا بعدما رأته يفتش في مكب النفايات في منهاتن، من دون أن تدرك أنه نجم هوليوود الشهير ريتشارد جير، وارتداؤه ملابس متسول ما هو إلا دور لفيلمه الجديد. الممثل العالمي أخذ قطعة البيتزا وشكر السيدة في موقف مضحك تجاه متسول هو في الأساس نجم ثري. ومن بعد ما أثار خبر سامر المصري حول ترشحه لرئاسة الجمهورية ضجة كبيرة، تبين بأنه ما في عنده مكتب إعلامي، وبالتالي هيدا الخبر المدسوس الهدف منه بس إثارة الجدل لا أكثر ولا أقل. لهون منوصل لختام نشرتنا الفنية، نشرة فنية جديدة مسا بكرة. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير. كان في النشرة أول إنجاز للمحكمة الدولية، الإعلام إلى اليد الواحدة.
نحن مش حنرضخ لا لوصاية من المحكمة الدولية ولا لأي وصاية أخرى. هاي جلسة للتضامن مع الإعلام، وبحز علي أنه في جزء كبير من الإعلام مش موجود اليوم. ومن نقابة الصحافة إلى مجلس النواب الأربعاء. مجلس النواب هو أيضاً موئل من موائل الدفاع عن الحريات في أوروبا. هيئة تنسيق إعلامية تجتمع بجريج. من حق الإعلام أن ينتقد هذه المحكمة بحرية تامة. زوج دلال المغربي اختصاصي أنف. أنا إنسان من الحيوان حتى أنضرب. الأسد مرشحا لولاية ثالثة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.